كم أحببت هذا المكان. أشعر أن الأشياء هنا أصغر وأمتع. أجل. هذا جميل. انظري إنها رائعة. أحتاج لحصاة أصغر. انظري وجدت صدفة. واو إنها جميلة جدا. ألا يبدو هذا ممتعا للغاية؟ نعم نعم هيا نذهب. هيا هيا بنا. هيا واحد اثنان ثلاثة. انظري فيليسيا. هدوء البحر مع إشراقة الشمس مشهد جماله لا يوصف هنا في نزول الرفراف في كلباء. لقد استمتعنا جميعاً كعائلة بالطيور والطبيعة والطقس وكل شيء. أمي أمي هيا نذهب للعب. هيا تعالي. حسناً حسناً هيا هيا يا ميلودي تعالي. هيا أسرعي هيا. أنا أستمتع حقاً بركوب الدراجة. وأنا أيضاً. ما رأيك أن نتسابق؟ أنا موافق هيا. لقد أجرينا سباقاً على الدراجات وأنا من كنت الفائز بالطبع. أجل أنت الفائز. أجل لكن أنا لست هنا من أجل الفوز بل الاستمتاع بأشعة الشمس الجميلة وبالطقس الرائع والعطلة المذهلة. هذا هو سبب وجودي هنا في الشارقة. أجل. حسناً أنت تقول ذلك لأنك خسرت السباق. أجل أعلم ذلك. أجل جداً. لا لم أتمكن من التقاط صورة. انظري إلي. هيا انظروا هناك طيور. إنها تطير هناك. سوف أصور ذلك الطير. لقد التقطت الصورة. رائع. أحب هذه القوارب. وأنا أيضاً. إنها جميلة. انظروا بين جذور أشجار القرم. هناك الكثير من الكائنات الحية والأسماك وأيضاً على حواف الشاطئ يوجد جحور وحفر صغيرة. إنها مساكن للسرطانات. ماذا تفعلين؟ أبحث عن أسماك وسرطانات. واو انظر هناك الكثير من الأسماك والسرطانات. أترين ذاك السرطان؟ أين هو؟ يوجد الكثير من الكائنات المائية هنا. أجل لقد رأيت الكثير من السرطانات والأسماك. كان ذلك جميلاً واستمتعت بالتجديف. رأيت سرطاناً كبيراً. تركت أبي يجدد. أجل التجديف رياضة جيدة. أجل انظري. هذه المحمية موطن لأقدم غابات القرم الطبيعية في المنطقة وملاذ للعديد من الطيور النادرة والأنواع البحرية الفريدة. الطيور والطبيعة والأسماك التي شاهدناها
كان ذلك جميلاً بالفعل. نعم، شاهدت الكثير من الأسماك والسرطانات، ولكن أكثر ما أحببته كان هو الأخطبوط. كان أخطبوطاً كبيراً. الأخطبوط؟ نعم. أنا لم أره يا فيليسيا. أنا رأيته على الصخور. أوه، على الصخور؟ نعم، على الصخور. نسبقكم. نحن هنا. أمي، إننا نلحق بكم. أسرع يا أبي. كنت وأختي مستمتعات كثيرا بالتجديف في القوارب هنا، وكانت الأشجار تحيط بنا من كل مكان، وشاهدت الطيور والسلطعون والسلاحف أيضا. كانت مذهلة حقا. المشهد جميل جداً. هيا هيا، تعالوا وشاهدوا الطيور. نعم. واو واو. أبي، هل تحملني؟ أجل، إن أردت ذلك، تعالي. إنها رائعة. لا بأس، أنا واقفة. أترين السلحفاة؟ كم هي جميلة وكبيرة. جميلة بالفعل. واو، انظروا كيف تسبح. هذا طائر البلشوم. نعم، رأينا مثله. فلننظر من قبل. هذه الناحية، ما رأيك؟ إنه جميل حقا. أجل، سلحفات أخرى. أجل، أنت محقة. أترون؟ واو. أجل، رأيتها. هل ترين ذلك؟ انظري، وهناك الكثير من الأسماك، انظروا إليها، هذا رائع. وذلك الطائر هناك. أوه، هناك أسماك وسلاحف، أترون ذلك؟ أمي، انظري إلى تلك الأحجار. إنها رائعة، ملساء وجميلة. واو. واو. نحن نبحث عن السرطانات الملونة. انظروا، هناك واحد. جميلة جداً. أترون؟ إنها جميلة. نعم، انظروا، انظروا. أشكالها غريبة. انظروا هنا. أنا أراها. الشاطئ الصخري مذهل، وحوله الكثير من أشجار القرم. هل تعلمون أن أشجار القرم تمتص الكربون من الجو وتخزنه في أعماق تربتها تحت المياه لعدة قرون؟ وقد أظهرت دراسات حديثة أن بإمكانها تخزين ما يصل إلى 10 أضعاف كمية الكربون لكل فدان بالمقارنة مع الغابات البرية. جذور القرم تنغرس عميقاً في الأرض. أتذكر حين زرنا مربى الشارقة للأحياء المائية، شاهدنا أشجار القرم هناك، ومن الرائع أن أكون هنا أيضاً، فكل شيء على طبيعته. يبدو طبقاً شهياً. أوه.
هناك مأكولات بحرية وسلطات. أجل، ومأكولات شرقية وعربية. أنا أحب هذا الطعام كثيراً. أريد من ذلك الطبق. سأسكب قليلاً من السلطة. يبدو أنه شهي. أجل، عليك أن تجربيها. نعم، إنها طازجة. وتذوقي هذه أيضاً، سأسكب لك. ما رأيك؟ هيا جربيها، لن تندمي، أؤكد لك. شكراً. شكراً. أترون ما أجمل مدينة كلباء؟ أجل، إنها مليئة بالمناظر الرائعة والمتنوعة. نعم، طبيعتها جميلة ومتنوعة، ففيها الجبال الصخرية والغابات وكذلك البحر. أجل، ومطلة على البحر وشاطئها رائع. أجل، معك حق. ما رأيك يا فيليسيا؟ نعم، إنها مدينة جميلة جدا، لقد أحببتها. والطريق مريح وجميل. ما رأيك فيليسيا؟ نعم، جميل. لا تسألها كثيراً، إنها خجولة. انظروا إلى الجبال هناك. جبال صخرية. انظروا. إطلالة الجبال على البحر خلابة، خاصة عندما تلمع تحت ضوء الشمس. أجل. نعم. لقد وصلنا. أجل. واو، أنا أجل. هيا فيليسيا، أنت يا صغيرتي، هيا بنا. تعاليا، هيا. واو، هناك رائع. إنه تمثال، انظروا إليه. سوف ندخل ونرى. انظروا إلى هناك. أجل، يبدو مركزاً ضخماً. نعم، ومساحته كبيرة. أجل. أجل، يبدو مركزاً هاماً. انظروا إلى ذلك التمثال، وهناك معلومات أيضاً. هناك معلومات هنا أيضاً، إنها عن حيوان يشبه الماعز. ما رأيك يا ميلودي؟ جميل. هيا بنا. هيا. بكم في مركز الحفلية لصون البيئة الجبلية. شكراً لك. أهلاً وسهلاً بكم، اسمي عائشة وأعمل مرشدة هنا. أهلاً بك. افتتح مركزنا عام 2016 وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة لحماية وصون الطبيعة. هذا الطهر العربي وهو شعار مركزنا، سأرافقكم في جولتكم. شكراً لك، هيا بنا. أهلاً بكم، تفضلوا. لدينا هنا الذئب العربي، وهو أيضاً من الحيوانات المهددة بالانقراض. سنلتقط صوراً مميزة. لدينا 7 ذئاب منها، وجميعها إناث، ومن الذئاب العربية النادرة. أجل، بالطبع. كما أن لدينا 2 من الضباع المخططة النادرة، و25 من النمور العربية المميزة. تعرفوا على المكان، وأرجو أن تستمتعوا بوقتكم. شكراً. شكراً لك. أهلاً وسهلاً بكم، تفضلوا. شكراً. هيا بنا. تعال يا فيليسيا. هيا. أمسكي يدي. المكان رائع. هل هذه ماعز أم ماذا يا ترى؟ لا، هذا يدعى الطهر العربي. الطهر العربي؟ أجل، إنها حيوانات مهددة بالانقراض، لذلك فهم يقومون بحمايتها ويحاولون جعلها تتكاثر وتنجب صغاراً لتزداد أعدادها. هل فهمتِ؟
دعيني ألتقط صورة. أخبروني. أجل. من منكم يستطيع أن يرى خلف كتفه دون أن يحرك بؤبؤ عينيه ويلتفت برأسه؟ ليس هو أنا. هذا مستحيل. هذا مستحيل. تفاجأت أن الطهر العربي يرى بزاوية 340 درجة دون أن يحرك عينيه، لأنه يمتلك بؤبؤين مستطيلين يمنحانه هذه الميزة، وهذا جيد لكي يرى مفترسيه دون أن يحرك رأسه فيهرب. التقطت بعض الصور للضباع؟ نعم. تبدو محبوبة في الحقيقة. أجل. وصغارها نعم. لطيفة جداً، لكنها خطيرة، بالتأكيد خطيرة. أجل، خطيرة. أوه، إنها جميلة، لقد أحببتها. أترون؟ حسناً، دعونا نتابع. إلى التالي، هيا. إنها لطيفة جداً، أليس كذلك؟ أترى كم هو موهوب؟ أجل. اللوحات تبدو رائعة جداً. نعم، صحيح. أترى؟ أيها أعجبت؟ أعجبتني جميعها. مدهشة. أترى؟ كلها جميلة. صورة الحيوان الصغير هذه لطيفة للغاية. أجل، معك حق. أوه نعم، وجميلة جداً. أجل، أحببت اللوحة القاتمة. مارك أدلينغتون موهوب للغاية. أجل. وهذه رسوماته. معك لقد حق، لقد رسم كل ذلك. نعم صحيح، الجدار كله مليء بفنه. حقاً أحببت فكرة الفنان مارك أدلينغتون وطريقته الحرة في الرسم واستخدامه لبرادة الحديد في الرسم أيضاً. كانت لحظات جميلة جداً، وكانت تجربة لا تنسى أبداً. تجربة الرسم ببرادة الحديد والقلم الممغنط أعجبتني كثيراً، وقد ساعدني خالي وأختي في رسم صورة النمر العربي، وقد أحببت شكل النمر العربي وصوته أيضاً. في الواقع أنا أحب جميع الحيوانات. كانت تجربة رائعة جداً. كان من السهل التعرف على كافة المعلومات التي تحتاجها. هذا أمر في غاية الأهمية. في كل مكان ذهبنا إليه وجدنا المعلومات مكتوبة وتوضح كل شيء. هذا يسهل الأمر على السائح والمستكشف. شاهدنا أيضاً السحالي العربية. إنها سحالي، انظر إليها. أجل، هيا تعالوا وانظروا إلى السحالي. أوه نعم، حقيقية. إنها سحال حقيقية. إنها سحلية كبيرة. سحلية كبيرة. أجل، نعم، إنها كبيرة الحجم. هل وهي سحلية الوادي العماني. أوه حقاً، هكذا تسمى. أجل، انظروا إليها، انظروا إلى ألوانها كم هي رائعة. أترون؟ كم واحدة منها يوجد هناك؟ لا، لا، وهناك في هذه السحالي تعيش في جبال الحجر، ولكن السحالي الموجودة شمال الإمارات لونها أغمق ولها بقع زرقاء أكثر من سحالي الجنوب. أوه، أحب هذا. أنت هنا؟ أجل، انظر إلى هذه الأفعى، جلدها يشبه زخرفة السجاد. نعم، إن أفعى السجاد العمانية الصاخبة تدافع عن نفسها بطريقة فريدة. لديها حراشف فيها نتوء في وسطها، تستخدمها لإصدار هسيس يرعب مهاجميها. حسناً، لقد صورتها. جميلة. مرحباً، قولي لها مرحباً. 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 إنها لطيفة. إنها قطة جميلة. أنا أحبها. لطيفة جداً. نعم، أحب هذه القطة. تعالي إلي. كم عددها؟ سأعدها. واحدة، اثنتان. كم عدد القطط؟ هناك واحدة في الداخل. أجل، في الداخل. وقد يكون هناك المزيد، انظروا هناك. أجل، هناك المزيد منها. انظروا هناك، إنه ثعلب. نعم، أترون ذيلة؟ إنه جميل جداً. كانت مميزة حقاً. القطط رائعة. أحببت مشاهدتها. وأنا أيضاً. هيا بنا. هيا.
مركز الحفية لصون البيئة الجبلية هو موطن لثلاثين نوعاً من حيوانات الجبال والصحراء، وشاهدنا الثعابين والسحالي والقنافذ والعقارب، فضلاً عن المناظر الطبيعية الخلابة. لقد استمتعنا كثيراً، أليس كذلك؟ هيا بنا، إنها رحلة سفاري. يوبي، هذا ممتع جداً. أجل، نعم، أجل. ممتع جداً. أجل، نعم، جميل. انظروا، أترون الجبال هناك؟ أجل. إنه ذكر الذئب العربي، يبدو كبيراً وبصحة جيدة. أجل، إنه ضخم. انظروا إلى الأشجار هناك، إنها رائعة. انظروا كيف تمتد على جانبي الطريق. هناك حيوانات بينها، انظروا، هذا هو الوشق. أترون أيضاً أترون أذنيه؟ إنه جميل. واو، إنه يشبه القطة. أجل، سأخذ له صورة. هيا، هناك جميل. حيوانات متنوعة. أجل، رأينا الكثير منها. نعم، أنا أحب الحيوانات. أترون ذلك؟ انظروا هناك، رائعة. هذه الأقفاص مليئة بالحيوانات. أجل، هل رأيتها كلها؟ رائعة. هناك قفص للنمور. أجل، أرأيتم؟ هيا بنا. المنظر مدهش من برج المراقبة. أتاح لنا هذا المركز مشاهدة النمر العربي عن قرب. هذه النمور لا توجد إلا في شبه الجزيرة العربية فقط. هذا يعني أنها لا توجد في أي مكان آخر في العالم، وهي مهددة بالانقراض بشكل كبير، وهذا أمر مؤسف حقاً. أجل، إنه مؤسف. انظروا كم هي جميلة، لم يعد هناك منها أعداد كبيرة. هل وهذا أخافتك؟ أمر محزن. أجل، بالفعل. أجل، لذلك يقومون بحمايتها. استمتعت جداً بمشاهدة النمور. إنها جميلة، وخاصة حين رأينا النمر ينزل من أعلى الجبل. كان منظره مدهشاً. أجل، لقد استمتعنا أجل. كثيراً. نعم، أحببت هذه الرحلة. حسناً، والآن إلى أين سنكمل جولتنا؟ سنذهب في رحلة جبلية، أليس كذلك؟ سأسعد أولاً. تفضلي، هيا اجلسوا ودعونا ننطلق. هيا هيا، نحن جاهزون الآن. هيا، انتبهوا جيداً. ها قد تحركنا إلى الرحلة الجبلية. هذا رائع. أجل، رحلة ممتعة. انظروا إلى الجبال كم هي مرتفعة. المنظر رائع. المكان رائع. أجل، سوف نسير قليلا. ممتع. واو، المناظر خلابة، والهواء هنا منعش، والطبيعة خلابة. أترون الجبال؟ واو، منظر الجبال ولونها مذهل فعلا. هيا. نعم، وكأنها صورة خيالية. لتمشوا بحذر على السفح، أمسكي بيد والدك. هذا مذهل، انتبهي. أمي، ألا تخافين من الصعود؟ هذا مرتفع. هيا سنصعد ذلك الجبل. رياضة تسلق الجبال هي من أجمل الرياضات، وتعلم الصبر والتركيز. على مهلك، انتبهي. زاك، انتبه، أمسك بيدها. رائع، منظر خلاب حقا. رائع جدا. هل سنصعد إلى هناك؟ انتبهوا جيدا يا صغيرة. هيا، السير في الجبال يعطي شعوراً جميلاً ويضفي سعادة. عن نفسي أنا أحب رياضة تسلق الجبال، وأجدها ممتعة جداً، خاصة مع تلك المناظر الجميلة والطقس الجميل. إنه منظر جميل أن ترى انعكاس الشمس على الصخور اللامعة.
إنه مرتفع جداً. أجل مرتفع، والهواء منعش أيضاً. أترون المنظر في الأسفل؟ لا أصدق أننا مررنا من هناك. واو! أترون ذلك الحيوان؟ إنه يتحرك. واو! أريد تصويره. ها هو هنا. كيف رأيته؟ سوف أصوره. ها هو هنا. واو! أحد الأشياء التي استوقفتني كانت تلك البحيرة الموجودة فوق الجبال، والتي كانت جميلة بحق. كما رأينا عدة حيوانات واستمتعنا بتسلق الجبال، كان من الرائع القيام بذلك. كانت رحلة مدهشة حقاً. نعم، كانت الرحلة الجبلية مختلفة حقاً، وقد استمتعنا بها كثيراً ورأينا مناظر مذهلة، مناظر لا يمكن أن تمحى من ذاكرتنا، خاصة احتضان الجبال لتلك البحيرة ووجود تلك الحيوانات والطيور فيها. حقاً لقد كانت رحلة ممتعة للغاية، وقد رأينا الكثير من الحيوانات والطيور. بعد مكوثنا هنا في الشارقة أشعر أننا بحاجة إلى المكوث لسبعة أيام أخرى. أجل، على الأقل معك حق. أجل، المكوث أسبوعاً كاملاً. أجل، آخر. أجل، وأنا أتمنى ذلك حقاً لأنني أحببتها كثيراً. إقامتنا ممتعة جداً ومريحة أيضاً. هذا صحيح. دعونا نقول للجميع وداعاً. هيا. وداع. وشكراً. إلى اللقاء. شكراً وداع. لك. إلى اللقاء.